يا أخي الإيمان بينه العلماء، وبينه علماء الأمة والأئمة، بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما عليه السلف الصالح، وعليه الأئمة من أهل السنة والجماعة. أما اللي يقولون إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولا يدخل العمل في الإيمان، هذا قول المرجئة، وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فاللي يريد أنه يصير مع المرجئة حر، هو حر، لكن لا يكون إيمانه صحيحا. الإنسان يرضى أن إيمانه يكون ما هو بصحيح علشان أنه يقلد المرجئة؟ المرجئة أخطأوا في هذا، كيف تقلدهم؟ عليك بمذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه الصحابة والتابعون، أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان اللي ما له عمل لا يصح إيمانه، اللي يترك العمل ما يصح إيمانه. مش معنى الإيمان إذا صار ما يعمل، ما يصلي، ما يصوم، ما يحج، ما يعمل الطاعات ولا يؤدي الواجبات، كيف يكون هذا مؤمن؟ الإيمان بالقلب ما يكفي. نعم.